نفسك الشمال ملي على الحاز اللي جنبك اللي على يمينك بس وقف ثابت جنبان واحد اثنين ثلاثة واحد خدمات خد يا عسكري عبد البر من دوية يا عبد البر وقف ثابت بص قدامك على جنبك خد من دوية وقف ثابت وقف ثابت يا عسكري عبد البر وقف ثابت اثبت الناس من دوية وقف ثابت وقف بص قدامك بقى ما تكلمش خد من دوية عسكري لك امسكها كويس بص قدامك اثبت ده بص قدامك هاتي فول اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة هو مطلوب هو مطلوب انت عشان رجل شيل من دوية شيل يا عسكري من دوية شيل يا عسكري من دوية وقف يا عسكري عبد البر مطلوب بلاش حالك يا عسكري منيب بلاش ده اعلم من دوية على كتفك اعلم من دوية على كتفك وقف ثابت بس اثبت تمام واه انت واه انت ما عملت سلام سلاح يا عسكري رجل ما تعرفش لا يا فندم اعمل سلام سلاح اهلا وسهلا اهلا وسهلا انت عسكري رجل وقف بص قدامك هاتي فان واه انت ثلاثة واه انت ثلاثة اثبت انت عسكري رجل اثبت بص قدامك بص قدامك وقف ثابت اعدم من دوية بلاش تحكي عسكري منير جنبان سلاح واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة فصلها صفا العسكري رجب والعسكري منير والعسكري عبد البر انتباه خطوة للأمام فرش بلاش تحكي عسكري منير خطوة العسكري رجب خطوة للأمام فرش انت رايح فين خش في الصف اهو وقف وقف يا عسكري وقف انتباه هاتي فون سلاح واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة حط من ده على كده انت تحت كمان ايوه كده بس اقف ثابت بص قدامك ميلان سلاح واحد اثنين ثلاثة ضيعها من دوية ايوه كده ليه من دور سريعا فرش للخلف فر للخلف فر للخلف فر للخلف فر للخلف فر انا مت بقى ابوس راس محلك يا سيد اهو اثبت تعالى يا عسكري رجب تعالى يا عسكري رجب نيجي المكتب محمود فضيله يا مراهق تلمام اضر كما كنت تلمام اضر الى الى الاولى ايه الدوران للخلف الخلف حر فصيلة المقاقر على الشمال معتدان فرش شمال يمين شمال يمين شمال يمين دوران للخلف للخلف حر شمال يمين مين بالثلاثات لليمين حر رايح فين يا عسكري رايح فين يا عسكري يا فندم هم غلطانين اصلهم سابوني ابو نفذ وقفت مع الندى ونفذها مظبوط ده الخلف حر الندى مش ليك يا عسكري ده للفصيله الخلف شور انت اقف ثابت يا عسكري رجب مش سامع حاجه خالص انت مش مخك معانا لا ده الخلف حر محلك بالخطوه السريعه عسكري رجب اجري الفصيلة تتقدم لليمين حر على اليمين حضة بطن اقف ثابت على اليمين حضة بص يمينك للمام اضر كما كنت للمام اضر كما كنت للمام اضر كما كنت للمام اضر حرك الشمال بالثلاثات للشمال حر على الشمال للشمال لف معتدل فرش اصل دليل الشمال طول دليل اليمين قلت هات مع بعض ارفع ايدك فوق شمال
الشمال يمين. رايح فين يا عسكر يا رجب؟ إيدك الشمال فين يا عسكر يا رجب؟ سلاح قف. عسكر رجب الخلف دور سريعا أرش. يا عسكر مش عارف إيدك الشمال من إيدك اليمين. خلص تنظيم قف. مش عارف الطابور. ايوه غلطت اخر مره ادخلك المكتب مهدور. اسف يا فندم اخر مره حاضر. غلطت ثاني مره. حاضر يا فندم. دوران لليمين لليمين. يا عسكري بقول لك اعمل اليمين دور تعمل الشمال دور. لليمين. وانت عند هنا مش عارف ايدك اليمين الشمال فين ايدك اليمين؟ اليمين فين الشمال؟ اهي طب الاخبار كده اعملهم كده ببعض. اهم يا فندم. اه ثابت فين ايدك اليمين ولا الشمال فين؟ ما انت لخبطتهم يا فندم. يا عسكري ايدك اليمين. اه ايوه نادي يا خلاص الدور دوت على ايدك اليمين دي بفوق. حاضر. لليمين. لا شمال حر. لا اليمين حر. لا شمال حر. لا اليمين حر. وحلك يا عسكري رجل خطوة ثانية. رجل يا عسكري. صراف الطابور. صراف بالسرايا. صراف الفصائل. يا رب اليمنى ام اليسرى؟ اظن يا شيخ عبد البر التقاعس بالارجل الشمله. الفصل الثاني الدوران بالعدد. يدور العسكري الى اليمين على عقب الرجل اليمنى اليمنى واصابع القدم اليسرى اليسرى وذلك برفع عقب القدم اليسرى واصابع القدم اليمنى. انت اخيرا. لو كنت لازم تقرا في سرك. لو قرات في سري لن افهم شيئا. ليه؟ هتفهم بعقلك ولا بوجهك؟ انا حر افهم كما اريد واشتهي. الكلام ده لما كل وحدك مش تصدع لنا دماغنا. بعد اتمام الحركه الاولى يجب ان تكون القدم اليمنى مبسوطه على الارض وتكون عقب القدم اليسرى مرتفعا وكلتا الركبتين مستقيمتين والجسم منتصبا وكله مرتكزا على القدم اليمنى. إلهة خمد يا شيخ. اثنين مع ثانية مفصل الركبة اليمنى قليلا وتنقل قدم اليسرى نشاط القدم اليمنى. الفصل الحادي عشر. الفصل الحادي عشر. وكل ده عشان أخلص من شوشو. هي شوشو كانت وحشة. ده أنت بكرة هتبقى عسكري عال وتبقى في الجندية ممتاز. ده أنا نفسي حاسس إني هبقى عسكري كويس ويمكن يجي مني. الفصل الثامن والتسعون. رفع السلاح عن الارض. رفع السلاح عن الارض. رفع السلاح عن الارض. رفع السلاح عن الارض. انت عسكري. شويش شويش انا مش ممكن اقدم استقالتي من هنا اهو. امال صحيح ممكن قوي بعد خمس سنين ان شاء الله. البس. انت عسكري. اصحى عسكري. اركب الهوا. اثبت هنا هوا. مفيش ركوب هوا. هنا في نظام وفي عسكريه. ما سمعش النوبه؟ معلش النوبه يا شويش. اصلا انا ما نمتش طول الليل. ليه؟ اصل العسكري عبد البر ده طول الليل عمال يقرا لنا في تراويح عسكريه. انزل البس ما تعرضش نفسك للجزا. معلش والنبي اصلا انا رجلي مقفقفه. السريع تعليم السرعة ضرب النار في دفئة التنشين. بنادق طلقات صامتة أقراص تنشين أشكال هيكلية. معلومات للمعلم ثبت الأشكال الهيكلية على مسافات حتى 300 متر. ألك ألك ألك. يتقدم التدريب يختبر كل جندي بوقت فرصة التنشين. مش بطال نشن أحسن عشان تضرب في السوادة نفسها. يا مرسي يا أبا العباس. ضع
وبعدين معك عسكري نشن فوق شويه. حاضر يا فندم. خلي النشان على السواد عسكري. انت ايه ما بتشوف؟ والله يا فندم هو احسن، انا اضرب الاول وبعدين ترسموا السواد فوق الضرب على مهلكم. رايح العنبر عشان اقابل عبد البر.